من عمارات مهترئة لطالما أرقت قاطنيها بمادة الأميونت إلى حديقة بمقاييس عالمية ما كانت لتتحول إلى حقيقة لولا قرار والي الولاية السعيد سعيود. المكان حي الصديقية شرقي مدينة وهران، الزمان سبتمبر 2021. فبعد سنوات من الانتظار يأتي القرار بترحيل قاطنية الطليان إلى موقع 1201 سكن عمومي إيجاري ببير الجير. 6 أشهر بعدها وفي 26 مارس 2022 انطلقت عملية ترحيل 1111 عائلة تقطن عمارات الطليان إلى المجمع السكني الجديد 1201 سكن عمومي إيجاري ببير الجير، عائلات ودعت المعاناة التي كابدتها لأكثر من 3 عقود. وفي ذات اليوم تنطلق عملية هدم 25 بناية واتخاذ كافة التدابير الوقائية من خطر مادة الأميونت وتهيئة الموقع ككل. أبى والي وهران إلا أن ينجز بالموقع مشروع ينتفع به المواطنون، ليتقرر إنجاز منتزه عائلي لأبناء الباهية وهران ولزوارها من مختلف ولايات الوطن. وفي أبريل 2023 تنطلق أشغال إنجاز المنتزه بمتابعة ميدانية لوالي الولاية وأعضاء الجهاز التنفيذي، ومن الثمار المقطوفة كسب الرهان باستلام المشروع في الآجال المحددة وبجودة كبيرة في الإنجاز. متنفس جديد يعني للعائلات، كل يعلم بلي باش سنوات وسنوات هذه الحدائق ما تمش لإعادة الاعتبار تاعها، وعرفت يعني نوع من التدهور، سنعيد لها كذلك يعني جمالها إن شاء الله، وتكون مفتوحة إلى كل يعني ساكنة ولاية وهران وحتى الضيوف خلال الصيف القادمة إن شاء الله. تعد حديقة الصديقية تحفة مفتوحة على الهواء الطلق، هي اليوم مقصد العائلات وضيوف الباهية، وقريبا وجهة هواة مختلف الاختصاصات الرياضية لاحتوائها على 3 ملاعب جوارية ومساحة كبرى لركن المركبات مجهزة بآلية الدفع الإلكترونية. وقد مكن الإنجاز من فتح طريق جديدة سهلت حركة السير على خط الطريق الاجتنابي الثالث باتجاه شارع كوبا، وما زاد المكان جمالا مسجد النعمان بن بشير الذي لم يستثنى من عملية التهيئة والترميم، واليوم يستقبل المصلين في أبهى حلة. الموقع ككل تحول إلى لوحة فنية تبهر الزائرين. حديقة الصديقية ليست مجرد منتزه عائلي، بل لوحة فنية تفيض جمالاً وأناقة وهدوء، ستدعم لا محالة المسارات السياحية لعاصمة غرب البلاد وهران.